أن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون. هو أول رد فعل رسمي على التطورات التي تسبق الاستحقاق الرئاسي، والفيصل يبقى الصندوق، يقول الوزير الأول لدى عرضه بيان السياسة العامة. من حق أي مكان الدفاع على أي مترشح يريد الدفاع عنه، ومن حق أي مكان اعتراض أي مترشح يريد اعتراض ترشحه، إلا أنه يبقى الفصل في الصناديق. بيان السياسة العامة جاء في شكل حصيلة الرئيس بوتفليقة منذ 1999، كما أبرز فيه الوزير الأول أحمد أويحيى استراتيجية الحكومة لبلوغ نسبة تنمية قدرت ب4%. شهدت الفلاحة نسبة نمو قربت 9%، وتمكن قطاع الصناعة من تغطية الحاجيات الوطنية في العديد من المجالات، وحتى من رفع حجم الصادرات خارج المحروقات. خطاب يحيى أمام النواب أكد تمسك الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي رغم الصعوبات المالية جراء تراجع سعر النفط. يبقى التضامن الوطني قويا لفائدة الفئات المحرومة والمصروفة، وتستمر منظومة الحماية الاجتماعية والتفاعل في تقديم خدمات هامة، ولا سيما بدعم من الدولة، كما تمثل التحويلات الاجتماعية أكثر من 1500 مليار دينار في السنة. الوزير الأول حذر من انعكاسات الوضع الإقليمي غير المستقر، والذي يفرض تعزيز الإنجازات المحققة والحفاظ على الأمن الوطني.